برشلونة. الكرة لإنييستا يلعبها سواريز. يا سلام عليك يا سواريز، يا سلام على إنييستا وعلى ليو. تسديدة من أروع ما يكون، ضربت في العارضة الأفقية ورجعت. في بعض الأحيان في كرة القدم نقول العارضة أفضل من الجول، ولكن خسارة كرة مثل هذه لا تدخل. يعني لو تضرب في العارضة وتدخل تكون أفضل من أنها تضرب في العارضة وترجع. كرة من أروع ما يكون. فيليا المتواضع جدا في هذا الشوط. إذا ثلاثة أهداف تقسمها طبعا الأم أس آن، كان حاضرا بقوة سواريز وميسي وكذلك صانع الرقعة عن طريق ليو ميسي على الجهة اليمنى. سد في السرعة ليو مع راكيتيتش. ليو مازال ليو دخل ليو وراء ليو 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 وبابا جول جول. يا له من جول لويس سواريز المبدع. راح من هناك أربعة أمام ثلاثة. راكيتيتش ونيمار، راكيتيتش لنيمار، نيمار بابا 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 با با. وسيرجيو روبرتو بابا جول. يا سلام عليك يا ليو. الركنية تنفذ من نيمار وغابير ماتشيرانو بالراس. راكيتيتش في القائمة الثانية يتفوق الحذري من سواريز. ميسي بابا بابا جول با 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 با.